لا طبعا، مثل ما ذكرت يوم الاثنين الماضي نظم الدفاع المدني السوري بالتعاون مع المكتب الرياضي بمدينة عفرين نشاط رياضي. طبعا هذا النشاط كان ضمن سلسلة نشاطات تستهدف ذوي الهمم، عم ينفذها الدفاع المدني بعنوان ولا يأس مع الحياة. طيب، شارك بهذا السباق كم مصاب حرب؟ إذا بدنا نقول هن المصابين حرب جميعا. تمام. هلا كل الفريق هو بيعاني من إصابات بتر سواء بالقدم أو بالإيدين. يعني كان عدد المشاركين 25 متسابق. السباق كان على مرحلتين، المرحلة الأولى هي سباق 100 متر سريع، والمرحلة الثانية كانت سباق 800 متر تتابع. طيب بلال، مثل هيك نشاطات يعني شو بيكون الهدف منها؟ طبعا نحن بنعرف بانه هدفكم كبير وهدفكم سامي، ولكن شو الهدف يعني من هاي المسابقات اللي عم يجريها الدفاع المدني؟ تمام أخي الكريم. هلا رحنا من خلال هي المبادرات يعني عم نسعى لتسليط الضوء على أصحاب الهمم اللي عم يتحدوا إصاباتهم، وعم نسعى لنشجعهم على الاستمرار بممارسة هواياتهم وتطويرها أكثر. وبالإضافة عم نحاول إنه ندفعهم للانخراط بالأنشطة الاجتماعية. كمان حبينا إنه نوجه رسالة من خلال هي المبادرة للأشخاص اللي تعرضوا أو عم يعانوا من إصابات مشابهة، بس للأسف إنهم استسلموا لهي الإصابات. فالإرادة والعزيمة تتحدى المعاناة وتهزم الصعاب، والإمكانيات لا حدود لها. مارسوا هواياتكم وساووا الشغلات اللي أنتم بتحبوها، وإلكم بأصدقائكم أسوة حسنة. هو بهاي النقطة بلال بدي أسألك إنه كيف كان القبول من قبل المصابين؟ يعني بعد ما أنتوا أكيد أعلنتوا إنه حيكون في مسابقة أو حيكون في هذا، يعني هاي المسابقة اللي بدكم تعملوها أنتوا، كيف لقيتوا القبول من قبل المصابين في المنطقة لديكم؟ المصابين عم يرحبوا بشكل كبير بهيك مسابقات، وهن عم يطالبوا بصراحة بشكل مستمر انه تتنظم مثل هيك فعاليات. رحنا الحقيقة من فترة نظمنا مباراة كرة قدم كمان لذوي الهمم، فكان بصراحة يعني التفاعل كبير كتير، ويعني تواصلوا كتير معنا أشخاص من نفس الفريق، تشكرونا على هاي الأنشطة وعم يطالبوا دائما انه نستمر بتقديم هيك أنشطة. بما انه في مطالبات بلال بتقديم هيك انشطه مستمره، هل في نشاط جديد حيكون رياضي سواء لذوي الهمم او لغيرهم حيكون من تنظيم الدفاع المدني؟ تمام. هلا انا خبرتك انه هي سلسله نشاطات، فنحن سوينا نشاط من فتره، ويوم تنين سوينا نشاط ثاني، فبنتمنى بالايام الجايه يكون في انشطه ثانيه، بس عم نحاول انه ننوع، يعني ما نركز على لعبه واحده، ما نركز على نوع واحد من الرياضة، فعم نحاول ننوع، وهذا الشيء بياخذ وقت. إذا يعني أنا خليني أسألك عن جهوزية الملاعب أو الأماكن اللي عم تنظموا فيها هذه المسابقات، يعني كيف عم تكون؟ هل هي ملاعب من تنظيمكم، ولا هي بالمشاركة مع جهات تانية عم تقدم لكم هاي الأماكن غير المكتب الرياضي في المجلس المحلي بمدينة عفرين؟ تمام. هلا اللي اشتغلنا معه نحن بالوقت الحالي سواء بهذا النشاط أو النشاط اللي سبقه، هو كان بالتنسيق مع المكتب الرياضي بمدينة عفرين، والنشاطين كانوا على أرض المدينة الرياضية بمدينة عفرين. بإدلب يا ترى كيف الوضع؟ إذا عندك فكرة الألعاب يعني والملاعب كيف يكون؟ والله بصراحة ما موضوع الملاعب إدلب ما عندي فكرة طيب عنه. أنا عم بشوف إنه في ميداليات برقبة المصابين أو اللي شاركوا بالمسابقة الفائزين. الفائزين، شو قدمتوا للمصابين اللي شاركوا في هاي المسابقة؟ تمام. هلا بعد نهاية المسابقة تكرم صاحب المركز الأول بكأس رياضي، وتكرموا ال 25 لاعب بميداليات، بالإضافة إنه قدمنا هيك هدية بسيطة لكل لاعب.